الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، معاشر المسلمين، إن من شعائر الإسلام ومن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الزواج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن هذا الباب أحبتي الكرام، نسعد اليوم ونتشرف بحضور زواج أخينا محمد عبد الله وجاء بنا هذا الشرف العظيم في حضور هذا القران الذي سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ميثاقا غليظا. فنسأل الله تبارك وتعالى قبل البدء في مراسم العقد أن يجعل اجتماعنا لهذا مبرورا، وأن يبارك لهما وفيهما، وأن يجعل حياتهما رغدا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الشباب، وأوصى كذلك أولياء الأمور وآباء البنات والفتيات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن من يرضى دينه فقد أرضى ربه سبحانه وتعالى، ومن أحسن علاقته مع ربه فسيحسن علاقته مع خلق الله تبارك وتعالى، ومن ترضى أخلاقه فهو ذا الأخلاق الحسنة والمعاشرة الطيبة لزوجه. فلذلك نتحرى لأبنائنا وبناتنا أصحاب الأخلاق الحسنة والدين، ولا نكن كأهل الجاهلية الذين لا ينظرون إلا إلى الأموال والجاه والحسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. الناس بيظنوا إنه المسلم مفترض يعمل كده، وده غلط. تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ونسبها. الناس بيظنوا من الحديث ده إنه الإنسان ينظر للمرأة ذات النسب وذات المال وذات الجمال، لا أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إن لم تفز بالمرأة ذات الدين خسرت، تربت يداك. وخلاصة هذا الموضوع الدين التعلق الصحيح بالله سبحانه وتعالى، أن يكون رجاء الإنسان أو رجاء الإنسان في ربه تبارك وتعالى في دعائه وخشوعه ونذره وذبحه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك تكون القدوة أو يكون قدوة الإنسان هو النبي صلى الله عليه وسلم.
يقتدي به في أفعاله، في بيته، في حياته، في تربية الأبناء، في غير ذلك من الأمور. نشرع إن شاء الله الآن في مراسم العقد. معنا وكيل الزوج وولي الزوجة. طيب، نبدأ بمراسم العقد يا أخواننا على الطريقة المعروفة عندنا في السودان، هنا العرف السائد عندنا، وإلا الناس بس تفهم معلومة مهمة جدا. العقد يا أخواننا يتم بقبول وإيجاب زي البيع. يعني إذا قال ولي الزوجة، قال لي وكيل الزوج زوجتك بنتي، والوكيل قال لو قبلته العقد انتهى يا أخواننا خلاص. لكن العلماء قالوا العقد يعمل به حسب العرف السائد بين الناس، فنحن نعقد بنفس الطريقة إن شاء الله السائدة في مجتمعنا. طيب، ولي الزوجة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد فقد زوجت وليتي علا أمين محمد سعيد، محمد سيد، علا أمين محمد سيد أحمد، إلى موكلك محمد عبد الله محمد عبد الرحيم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف علينا بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. وكيل الزوج، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد فقد قبلت زواج وليتك علا أمين محمد سيد أحمد إلى موكلي محمد عبد الله محمد عبد الرحيم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم اجعل حياتهما رغدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حياتهما أمانا وأمنا ورخاء وسخاء، وسائر أزواجنا من شبابنا شباب المسلمين. اللهم انزل عليهم البركة والسكينة والرحمة، واغشهم بفضل من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحوجهم إلى أحد، اللهم اغنهم بغناك اللهم اسعدهم في هذه الحياة الدنيا، واسعدهم يوم لقاك، واجعل كلامنا وكلامهم وآخر كلامنا وكلامهم من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وبارك الله للجميع وجزاكم الله خيرا.